par monsieur Bourguiba. President Habib Bourguiba of Tunisia. رئيس التونسي الحبيب بورقيبة. البورقيبة. زعيم الكبير بورقيبة. في بني الدولة التونسية الجديدة سقف العباد حرص على التعليم عمم التعليم في كل دسر حل المكتب الناس كلها قراها معناها حللها البيبان كلها باش احنا سقفنا اولادنا اللي وصلوا عمرها الثورة هذه يعمل حاجات باهية في تونس كل دسر حل المستوصف C'est grâce à lui aujourd'hui qu'on a ces acquis-là. Planning familial. عمل statut de la famille. تحرير المرأة. جرأة كبيرة منه. اللي هو حب يبدل الوضع المرأة في تونس. C'est les acquis de la société, pas que de la femme. الفضل كل في تونس هذا كل يرجع لبورقيبة. زعيم الكبير بورقيبة. بالجملة. عمل كل الخير. Les incidents qui auront troublé cette journée de deuil. Où toute la Tunisie pleurait son père fondateur, son libérateur, dont le destin s'est confondu. والله ما عاد نكسب شمر في عرض حتى في المستير ما عاش نكسب اللي يكسبني الكل اعطيته انا اعطيت دمي ولحمي ودماغي وفكري اشنو هنشير ولا عرض ولا زيتونة ولا دار ما زلت نعطيها اهمية اللي اكتتبوا به هو الدار اللي وقع فيها اكتتاب من الشعب وقت اللي يكون في فرنسا باش يعطيوها بسط هذيك عطيتها باش يقراو فيها ويدرسوا فيها البنات ثانيا الزيتون نتاعي بعتوا داري في دحس بتاعتها لكن حبيت رئيس الدولة سواء اليوم انا غدوة غيري بمعنى يكون في محل لايق بمعنى يستر الوجه بمعنى رفع لي سمعة تونس وكرامة قضينا عليها أكلت طبعا وتحطنا لدخل في ليبيا ها خرجنا تونس من الهزيمة من المحرق والضربان ورجعنا لها السيادة التونسية نحضة وجاء الدمان في يدنا متاع تونس هاي الكفاءة والجيش ماهيش وحدة شعوب لازمنا نوحدوا الشعوب والشعوب ما تتوحد الا ما تتغير الادمغة ونتحدى امريكا كنت تتحداها بعد شنو النتيجة تاكل طريحة طريحة تولي سينا مثل حصل معناها اللي مشينا نحرر فلسطين وسينا ولا تعديو قولوا لوبلي ريبا جميل باسكري فيدال نو سون فيدال الوي سيريسي بروك C'est la seule chose de rester debout quelques minutes devant nous, c'est tout. C'est notre père. C'est nous qui nous a impliqués. C'est lui qui a montré la démocratie pour toute la Tunisie, pour tous les Arabes. C'est lui qui a créé toute la Tunisie. On doit être fier de ça. Durant deux ans. Mon père. Il a laissé de bonnes traces en Tunisie. Alors, nous l'aimons par cœur, voilà. Toute la Tunisie aime le Habib Bourguiba.